السلوكية مع رائدها جون واتسون. جون واتسون دعا إلى مبدأ مفاده أن علم النفس العلمي يجب أن يدرس فقط السلوك القابل للملاحظة كالكلام، الصراخ والحركات وغيرها. وقد دعا سنة 1913 إلى التخلي عن دراسة الوعي والخبرات الشعورية. وتقوم هذه المدرسة على مجموعة من المسلمات والمفاهيم، لعل أبرزها اعتبار سلوك الإنسان متعلم، مفهوم التعلم ومحو التعلم وإعادة التعلم، مفهومي المثير والاستجابة، أي أن لكل مثير استجابة، مفهوم الدوافع، أي أن وراء كل استجابة دافع، مفهوم التعزيز، مفهوم العادة، مفهوم الانطفاء، مفهوم التعميم. وسنتطرق إلى هذه المفاهيم بشكل تفصيلي في قادم الفيديوهات إن شاء الله. أما الآن فسنتحدث عن مبادئ المدرسة السلوكية. من بين مبادئها اهتمامها بدراسة الظاهرة السلوكية من خلال دراسة السلوك نفسه، وأعطت أهمية كبرى للإنعكاس كعامل ارتباط ملاحظ بين المثيرات. من بين مبادئها كذلك تستند على أساس التعزيز والعقاب ودورهما في تكوين سلوك الكائن الحي، وأيضا أعطت أهمية كبرى للملاحظة المباشرة ووصف الوقائع كما تحدث. ومن بين مبادئها كذلك التركيز على السلوك الظاهري وليس على الأحداث العقلية الداخلية مثل التفكير والتخيل. القدرة على تحليل السلوك إذا تم التحكم في الظروف البيئية، القدرة على تحليل السلوك إلى مفرداته البسيطة. أما الآن